صراحة شعب وتشاركم خير. معظمنا أو أغلبيتنا بيشتكي من إن قناته بتحقق مشاهدات عالية ولكن ما بتحققش أرباح مرضية. معظمنا سأل عن ميزة التضمين ولكن الإجابة ما كانتش مقنعة. في حلقتنا النهاردة هنتعرف على ميزة التضمين أو زي ما كلنا عارفينها بإتاحة التضمين، وإزاي نكفل ونفعل التضمين لكل الفيديوهات، وإيه هي علاقتها بفكرة مشاهدات بدون أرباح، وإيه هي مصادر خارجية اللي بتكون عالية جدا أحيانا من مصادر إحنا منعرفهاش لحد دلوقتي، وإيه هي علاقتها بميزة التضمين. معاكم مجد فتحي على قناة يوتيوب كريتو بالعربي، وما ننساش تقييمك في نهاية الحلقة عشان ما أطولش عليكم. نبدأ الحلقة بسم الله. أولاً إيه هي ميزة إتاحة التضمين؟ ميزة التضمين لو مفعلة فبتمكن أي شخص من إنه ياخد الفيديوهات ويضيفها على موقع إلكتروني، لأنك طالما سمحت بإتاحتها فكده معايا الصلاحية، يعني بدل ما الفيديو بيتعرض على قناتك مباشرة فبيكون في وصول ده لو هو الموقع، والموقع بياخد الفيديو بكل تفاصيله زي الفيديو والعنوان والوصف والكلمات المفتاحية، والبيانات دي بياخدها علشان نقدر يحقق زيارات منها، كأنك نقلت من منصة يوتيوب لمنصة تانية، والمشاهد يبحث ويحمل، زي بالظبط كده المواقع الاونلاين اللي بتحمل الفيديوهات من عليها من خلال رابط الفيديو، هي نفس الفكره ونفس الهدف، اضافه الى ارباح الموقع من الزيارات للموقع ومش ليك انت، والعكس صحيح. ممكن لو عندك موقع ممكن تضيف فيديو من قناتك او قائمه التشغيل في الصحف، كده تكون كسبان في الحالتين. ثانيا، ايه علاقه التضمين بالمصادر الخارجيه؟ التضمين لما بيحقق زيارات الفيديو فبيحقق مشاهدات ولكن عن طريق الموقع ده، وزي ما احنا عارفين ان اي مصدر خارج منصه يوتيوب بيتصنف على انه من زيارات المصادر الخارجيه زي مثلا الفيسبوك، وهنا اجاوبك على مصادر الزيارات دي اللي انت غالبا مستغرب منها في الاحصائيات. اي موقع دوت كوم او دوت اي حاجه بيكون زي كده، زي مثلا نغماتي دوت كلاب وباقي المواقع وليست كل المواقع، او ممكن روابط تطبيقات كمان. ثالثا وليس اخيرا، بما اننا عرفنا العلاقه بين المصادر الخارجيه والتضمين فكده نقدر نقول ان اغلب المواقع دي مشبوهه نظرا لانها بتنشر محتوى غير خاص بيها. السؤال هنا، هل الفيديو بيظهر عليه اعلانات؟ سألته السؤال ده للدعم الفني وكان رده لا، ما بيظهرش اعلانات زي ما انتم شايفين كده، بمعنى ان المشاهدات من المواقع دي الاعلانات مش بتشتغل عليها فبالتالي مفيش ربح، وده كان رد الدعم الفني بالظبط. ولكن في مساعدة يوتيوب لقيت ملاحظة ودي بتقول باختصار ان لو الموقع الالكتروني ده موجه للاطفال فجوجل مش هتشغل الاعلانات على الفيديو، دليل على ان التضمين بيشغل اعلانات فعليا، ولكن دي حاجة نادرة جدا، بس كان لازم نتأكد وما نصدقش اي معلومة. وبالفعل جربته وبحثت داخل الموقع عن حلقة وفعلا في اعلانات، ولكن اعلانات محدودة، وهنا ليك مطلق الحرية ما بين انك تمنع او تسمح للمواقع دي بتضمين فيديوهاتك لانها ممكن تكون في صالح قناتك، زي مثلا ممكن تدخل مشتركين لقناتك او مشاهدات لفيديوهاتك او ارباح لفيديوهاتك. وللعلم كذلك الامر، كل ما كانت نسبة الزيارات من بحث يوتيوب او جوجل كان افضل لانه امن مكان لقناتك، وهنا نقدر نقول انك مخير وحساب قناتك هي اللي تقرر ده، راجع نفسك كويس وفق. رابعا واخيرا، ازاي تكفل او تفعل ميزة التضمين؟ لو هتكفلها الفيديو فردي فممكن تدخل على تفاصيل الفيديو بعدين هتلاقي تحت الترخيص والتوزيع اتاحة التضمين، فعلها بعلامة صح او الغير. اما لو بشكل جماعي على عدد الفيديوهات حد اقصى 50 فيديو، تدخل على المحتوى من سطح المكتب وبعدين تحدد الفيديوهات اللي ظاهر هنا 30 فيديو، ممكن تخليها 50 فيديو من تحت من خلال عدد الصفوف في كل صفحة وتخليها 50 بدل 30، وتحدد الكل او الفيديوهات المعينة وبعدين تعديل، تختار من القائمة دي التضمين وبعد كده تختار تفعيل او ايقاف، وبعدين من على اليمين تختار تعديل الفيديوهات. ولحد هنا اكون وصلت لنهاية الحلقة، وان شاء الله يا رب تستفادوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.